سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله لي فيديو هادوما احن يفيدكم بزاف اللي رانا نديروهم هاد الايام، خاصين يعني بخصوص يعني تزيين المطبخ قبل شهر رمضان الفضيل. دونك اليوم فكرة ان شاء الله تعجبكم، فكرة راح تكون بهاد العلب تاع الحليب. كما كنتم تشوفوني وجدتهم من الكبيرة والثانية والصغيرة، خاصة ثاني كوجدت هادو لي فيرموار نورمالمون نسميهم هكذا، نقدر نسميهم هكذا تاع لي لانجات. نسحق سيليكون، نسحق حاجة بوينتو، نسحق كذلك صبيغة هادي تاعي تاني باش علاش باش يعني نخدم في ديكور واحد. هاد الاشياء اللي رانا نوجدوهم في المطبخ تاعنا. دونك اول شيء اللي راح نقوم به هي اننا هاد شتو يجو هكذا، اون جينيرال يجو كامل فيهم هاد لو بابي. دونك حنا واش راح نديرو؟ راح نحو لهم كامل هاد لو بابي، نصبغوهم بلا بينتور تاعنا، مور ما ينشفو راح نشوفوهم كيفاش يوليو. حاجه اخرى كذلك قبل ما ننسى، هادوما وعلاش هكذا نهضروا كلش على ضربه باش لا فيديو تاعنا تجينا صغيره. نعطيكم ليدي فقط. بون انا هادو مازال ما غسلتهمش، حنا نغسلوهم مليح قبل ما نصبغوهم باش الصبيغه تاعنا تجينا شابه ما تجيناش مخسره. دونك واش راح نديرو؟ هاد هاد الغطاء هذا، فوالا الغطاء هذا رايحين نقطعوه شويه هنايا، نحو شويه ونلصقوا هذا من الفوق. داكوغ، دونك اول خطوه اللي راح نقوم بها هي اني نصبغ باش الالوان يتبدلوا لي. دونك راح نصبغ الغطاء نصبغه والعلبه نصبغها، راح نوريلكم كيفاش يجوا مصبوغين. ثم نحي شويه هنايا، نحي ونلصق هذه بسيليكون، نلصقها من الفوق. اذا كما راكم تلاحظوا هامليك بعد ما درت يعني لي زوفيرتور نحيتهم غير بشويه بالموس، يعني ساهلين ماشي حاجه صعيبه. هاي ليك يعني نحيو عشوائيا فقط، لان موش حي ماشي شرط يعني تكيلي يعني حاجه صحيحه ولا، لان يعني راح تتخبى ماش حيبان كي نغلقوا كنغلقوا هاد لا فيرميتور اللي عندنا، كنغلقوها بالفيرموار هدايا ماهيش راح تبان. هاوليك في الكبير لا ميم شوز، انا دوكا خدمت غير هاد الزوج، لو ثروزيام بعدا نخدمو. دونك كيما راكم تشوفوا نروح اذا نسبخهم بهما بلي بواط تاعهم، كي ينشفوا لي ان شاء الله نرجع لكم. اذا كما راكم تشاهدوا هنايا بعد ما صبغناهم نشفوا لي، دونك لصقت هذاك لا فيرميتور هذيك تاع لي لانجات اللي نحيتها، يعني لصقتها هكذا بهذه الطريقه. فوالا راكم تشوفوا تتحل، يعني تتغلق وتنحل نورمال بكل بساطه. فوالا دونك ما بقى لي غير نستنى لي بواط تاعي ينشفوا لي. انا يا ما نكذبش عليكم فاش عجبوني كذلك هادو، لان من الفوق حبيت نخليهم بيوضه باش يعني الا حبيت نكتب هنايا من الفوق واش حبيت يعني واش حندير داخل لابواط باش يعني تجيني سهله. فوالا دونك نكتب ان ماركر ولا نكتب واش حبيت نكتب. كذلك لي بواط كيما قلنا نديرو فيهم واش حبينا. انا لا بواط الكبيره واش حبيت ندير فيها، نعطيكم يعني الفكره تاعي، ربما نتوما تاني عندكم هذا المشكل. لي ساشي لي يعني الاكياس هذوك لي كامل يديرونا يعني مشكل في المطبخ. انا ليا المطبخ كيكونوا دوك لي ساشي خارجين من هنا نفرزو ولا ما نفرزوش، يبان لي شغل مازال كاينه شغل فوضى كبيره. الاكياس هذوك خالقين فوضى كبيره في جميع المطابخ، يعني المطبخ اللي تروحي عليه الكوزينه اللي تدخلي عليها كنشوف انا كنشوف الكوزينه فيها هكداك يعني الفوضى تاع لي ساشي نتقلق. دونك قلت ربما يعني فكره مليحه، وعلاش من جلا بارطاج با معاكم.
و دوزيام صغير حبيت ندير فيه لي ساشي تانيك بصح لي ساشي دو كونجيلاسيون هكا باش يجوني يعني ساهلين اونطخ طو يكونوا يعني في دي بواط شابين كوم سا اوليو ما يعني هذيك الفوضى اللي كانوا يعني خالقينها الاكياس تولي او كونترير يعني تولي في حاجه شابه فوالا دونك نشوفوا النتيجه الاخيره بلا ما نطول عليكم. اذا حبيت نزيد اي اضافه اي يعني نوع من ديكور باش نزيد الجمال هاد يعني هاد العلب اللي انا نخدمو فيهم كيما انايا اخترت اني نزيد هاد لا دونتيل دونك في الاخيره حنوري لكم كامل النتيجه يعني بهاد لا دونتيل بلي بات تاعنا ان شاء الله تكون عجبتكم. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي تاع لي بات تاعي دونك ان شاء الله النتيجه تكون عجبتكم دونك هاليك هكذا نفتح ونجبد يعني لاساشي تاعي احسن يعني ما يكونوا هكذاك يعني دايرين لي فوضى في المطبخ. نفس الشيء بالنسبه لهذه درت فيها لاساشي كونجيلاسيون نقدروا نديروا فيهم يعني عده اشياء يعني لكم الاختيار. نتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد ما تنساوليش كذلك لي لايك شكرا لكم سلام.